متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج كازا سيتي. اليوم نحن بمقاطعة سيدي عثمان من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي تعرف هذه المقاطعة، بالإضافة إلى تقييم تجربة حزب العدالة والتنمية على مستوى تسيير مجلس مدينة الدار البيضاء. من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف السي محمد معيط، رئيس مقاطعة سيدي عثمان. السي معيط مرحبا بك. السي بوستا كنحييك على التتبع ديالك كرجل إعلامي مهني هاد الشأن المحلي. أنا كنرحب بك لهاد الزيارة في خصوص واحد الموضوع اللي هو مهم جدا ويستحق النقاش ويستحق واحد المجموعة من التوضيحات للرأي العام. سمعت من بين المرافق اللي يثار حولها مجموعة من الردود الفعل هو السوق المتلاشيات في سيدي عثمان، علاش تأخر إعادة الهيكلات على السوق هذا؟ هاد السوق ديال المتلاشيات اللي هو في التراب ديال مقاطعة سيدي عثمان أولا له تاريخ قبل وحدة المدينة وقبل غيرها من التقسيمات الإدارية القديمة. سوق المتلاشيات هو يقع على أكثر من 130 ألف متر مربع، أكثر من لو بغيتي تقول 13 هكتار، فيه 18 بلوك، فيه قرابة 800 محل، كل محل كاين اللي عنده 400 متر و 300 متر و 500 متر و 1000 متر ما عندهمش الانسان. هو تفتح في واحد الزمان ماشي من اجل المداخل وانما من اجل الانتعاش الدورة الاقتصادية ديال هذه المنطقة باعتبار الساكنة كلها اجتماعية. والان انه كيشغل واحد اليد عاملة مهمة جدا، راه السومة الكرائية اللي في القرار الجبائي لا تتعدى 0.50 سنتيم للمتر، بمعنى راه ماشي الغرض من فتح هذاك السوق في ذاك الزمان هو المداخل وإنما هو الترويج أو الرواج الاقتصادي، علما أن هذا السوق أنه دابا منفتح على الوطن، كيجيو الناس من كل المدينة كل مدينة، ويعتبر سوق ماشي بالسهل النقل ديالو بين عشية وضحاها. من آخر عملية إعادة الهيكلة ديال السوق؟ طبعا أن تعرف أن تصميم التهيئة الأخير أنه تضمن في هذيك البقعة باش يتعوض لافيراي واحد الجزء منه يتفتح للتعمير وجزء منه يكون مساحة خضراء. السلطات المعنية أنها باشرت هادشي وكلفات شركة التنمية المحلية بالبحث، دير الدراسة والبحث على الأرض ودير الدراسة، راه غير باش تنقلو خاص تهيئة وخاص تجهيزات وخاص داكشي، ولعل هاد الأمور لا زال حيا ولا زال قائما. ماشي غير سوق المتلاشيات، كاين مثيل السوق اللي تاهو في الانتظار باش يخرج من مدينة الدار البيضاء باش الدار البيضاء تهيئ المراد الذي يراد لهذه المدينة في المستقبل. هناك فكرة تاع تحويل تاع السوق إلى خارج المدار الحضاري، واش هذا الشيء صحيح؟ هذه الفكرة كاين أنه باش يخرج المجال قروي وتكلفت شركة التنمية المحلية بالبحث والدراسة وتخصات في الميزانية ديال جامعة الدار البيضاء واحد مبالغ اوليه للدراسه. هادشي كاين، هادشي كاين بالفعل انه تاخر، ولكن لعلنا كمدبرين نلتمس لهم العذر. ليس سهلا باش تلقى الارض وتشري الارض وتسجلها وتحفظها لعندك وتجهزها وتحصيد ناس كتعرف الاستغلال، هو غير استغلال مؤقت. واغلب اغلب اغلب من تعاقدت معهم الجامعه ينادك اليوم باعوا تنازلات، هو كان عند الجامعة ومفوتها الواحد غير. يعني كل هذه إشكالات رأى الحل ديالها تدريجي ولا بدأ باش ياخد واحد الوقت.
البعض يقول بان سيدي عثمان منطقه محقوره، علاش؟ لان كاينه مجموعه من المرافق الحيويه والاقتصاديه اللي تدر على مجسمه ديالها مجموعه من الامكانيات الماديه الضخمه، ولكن لم تستفيد هذه المنطقه من مشاريع تنمويه ومرافق اجتماعيه واقتصاديه ورياديه. واش تتفق مع هذا الطرح هذا؟ اولا اللي كيقول هذا الكلام خصو يكون عنده درايه بالقانون. علاش ما نقولوا مولاي رشيد اللي عند الحي الصناعي في اكثر من 15000 ديال اليد العامله، وفي اكثر من 1500 الوحده صناعيه، علاش نقولوا حتى هو وهو يضر المداخل؟ لا، القانون انصف المقاطعات ديال الدار البيضاء بعد ما كانت في الولايه السابقه في النطاق الجماعي 009. اش كان؟ كان 300 مليون 400 مليون احسن الاحوال، بعد المقاطعات وصل 6 مليون درهم 600 مليون. اليوم راه اقل مقاطعه عندها 20 مليون ديال الدرهم. هذا الاول. ناهيك على ان الدار البيضاء الميزانيات ديالها انك تبرمجها في المشاريع الكبرى داخل هذه المقاطعات، وعندها واحد العداله مجاليه. ملي كدير قاعه كديرها في 16 مقاطعه، ملي كدير ملاعب ديال القرب كديرها في 16 مقاطعه. الا هذه المقاطعه كنقولوا محقوره، ما كنعرفش كيفاش محقوره. مقاطعه نجزات غير في هذه الولايه 30 ملعب رياضي من العشب الاصطناعي. المقاطعه غير في هذه الولايه دارت 5 ديال القاعات ما بين الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه، 5 ديال القاعات، وحنا بجوار اكبر قاعه. قلتي 20 مليون درهم للمقاطعه، ولكن البعض يقول او الخصوم نتاع العداله والتنميه يقولوا بان الحزب فشل على مستوى سياسه القرب في هذه العاصمه الاقتصاديه. دابا هذا يمكن الا كانوا الخصوم تعبرت عليها راه الخصوم، ولكن حنا خصنا نسولوا اولي الالباب واش الدار البيضاء اليوم تتغير ولا لا؟ إلا جينا نشوفوا الأنفاق والقناطر والحدائق والبنية التحتية والطرق في كل مقاطعة، غادي نقولوا بلي فشلنا ولا نجحنا. وإن كان حنا ماشي حنا اللي خصنا نحدوا النجاح ولا الفشل، غادي المحطة الانتخابية غادي المواطن هو اللي غادي يعبر وغادي يحكم. ولكن هذه المشاريع تدخل في اطار المشاريع الملكيه الكبرى اللي كانت في 2014، واللي كان المجلس الجماعي السابق له الفضل في اخراج العديد منها. صحيح، ولكن اللي كيشرف على الانجاز ديالها والتمويلات كاينه ديال الجماعات الترابيه، واللي كينجزها اليوم بالقانون هو الجماعات الترابيه. ما كان هذاك بالعكس، ان جلاله الملك عطى قوه لهذه الدار البيضاء باش تنهض الجماعات الترابيه وتحس بالرؤيه العميقه والبعد النظر ديال جلاله الملك ما يراد لهذه الدار البيضاء. ومن اجل ذلك تغيرت الدار البيضاء اليوم بالفضل بعد الله ديال جلاله الملك. ان اليوم الدار البيضاء تغيرت، ما كان المنتخبين يفكروا في هذا الشيء سابقا لولا التوجهات الملكيه، لولا ان البرنامج اللي دار الدار البيضاء 2015 2020. طبعا القائد الاعلى وطبعا الموجه الاكبر والسند هو جلاله الملك، ولكن كاين المسؤوليه ديال المجالس الترابيه باش تنجز داكشي. هناك من يقول بان وضعت في يدكم امكانيات ضخمه، وهذه الامكانيات اللي كما تيقولوا دائما ما غاداش توضع وما غاداش ما توضعش وما غاداش توضع لاي حزب مستقبلا على مستوى مدينه الدار البيضاء، ولكن لم يتم الاستفاده من هذه الامكانيات هذه. انا تبعت 33 مليار ديال الدرهم، ما عادش المنتخب درهم كيصرفها. كاينه اجهزه هي اليوم كتصرف، ملي كنديروا مشاريع مهيكله كاين اللي كيكون حامل المشروع والامير الصرف، اما شركه تنميه محليه واما شركه العمران واما شركه ليديك واما شركه من الشركات المتعاقد معها. ولكن عندكم المسؤوليه السياسيه. السياسيه احنا واش حنا كنتهربوا عليها؟ كنقولوا احنا واقفين وحاضرين من اجل اخراج هذه المشاريع الوجود، وهي كتخرج تحت المسؤوليه ديالنا، هي كتخرج. وقع واحد التاخر في بعض المشاريع الكبرى على مستوى مدينه الدار البيضاء. ممكن طبعا اللي كيشتغل ما عمره ينجح 100%.
ولكن الحمد لله أن القريب والبعيد الخاص والعام حتى الخصوم يشهدون بالنجاح ديال هاد التجربة ديال هاد الولاية، لا على مستوى المقاطعات ولا على مستوى المجالس الترابية، مجلس العمالة ولا مجلس الجهة ولا مجلس جامعة الدار البيضاء. الأريحية اللي تتمتع بها عمدة الدار البيضاء الحالي لو كانت في عهد ساجد لكانت الدار البيضاء، البعض يقول لك الدار البيضاء غادي يكون عندها واحد نمو اقتصادي وتكون واحد مشاريع تنموية كبيرة، لأن الحزب العدالة والتنمية تتمتع الآن بواحد أريحية كبيرة على مستوى الأغلب. احنا كنا جزء من التجربة اللي كان فيها السي ساجد، احنا كنا في الأغلبية وكان بودنا احنا نديروا هذا الشيء وأكثر ودير بعضه. ليست التجربة ديال ساجد أنها كانت، بالعكس الفكرة ديال الترام في العهد ديال السي ساجد، واحد العهد المسرح، واحد العدد ديال المشاريع اللي توقعت قدام جلالة الملك راه كانت في العهد ديال ساجد، وحنا فخورين حتى بهذيك المرحلة. حنا كنا جزء منها في ولايتين وحنا في التسيير. إذا راكمتم تجربة كبيرة في على مستوى التسيير. طبعا طبعا من 2003 ل 2009، من 2009 ل 2015 ل 2021 يمكن ديروا تقييم على هاد الولايات بثلاثه. علاش حزب العداله والتنميه لم يحسم بعد في اسماء المترشحين في الانتخابات الجماعيه ولا البرلمانيه 2021؟ احنا ماشي بحال كنظن ان واحد كاين احزاب المغرب كتحترم راسها، لأن العدالة والتنمية عنده واحد المساطير داخلية كيتم التصديق عليها والتصويت عليها داخل الهيئات ديالو، الهيئات ديالو اللي هي مساطير معروفة اللي فيها مرحلة ديال الاقتراح باش كل شيء يكون مشارك في القرار ديال ذاك المسؤول، كاين مرحلة ديال الترشيح، كاين مرحلة ديال التزكية. إلى اليوم أغلب الأحزاب علنات على المرشحين ديالها، حزب العدالة والتنمية الآن هو يباشر يوميا هاد المساطير داخل المقاطعات وداخل المجال القروي في العالم القروي أيضا، وإن شاء الله قريبا غادا تكون الإعلان على المرشحين ديالنا اللي تمت التزكية ديالهم من طرف الهيئة ديال الوطنية المختصة بالتزكية. ولكن هذا هو الوجه الجميل اللي تتحاولوا تروجوا ليه، علما ان كاين واحد الصراع داخلي على مستوى الحسم في وكلاء اللوائح في هذا الحزب هذا. ردوا قبيح نديروا له شي حاجة ما كاين مشكل. ولكن كاين صراع داخلي ما بين التجمعات البشرية، ماشي كاين صراع داخلي، حنا ما كنهرسوا الطباسل ولا كندرزوا بالمواس ولا لا، حنا يمكن يكون اختلاف واختلاف لا يفسد الود قضية، كنختلفوا ما كنكونوش متفقين كاملين كاين مشكل، ولكن خوت متضامنين ومتعاونين ومستمرين، والذي ينتظر شي حاجة في الصفوف ديال العدالة والتنمية سيطول به الانتظار. كانت واحد الحفره على مستوى مدخل تاع سيدي عثمان، الحفره اللي طوعوا لها مجموعه من الجمعيين باش يعاودوا الاصلاح ديالها، ولكن انتم كمجلس مقاطعه بقيتوا دايرين مربعين يديكم. هذيك الحفره يا اخي الكريم هي ناتجه على هذيك الطريق، اولا ما جاتش واحد الطريق با مقاده، الا شتيها كتجي دائما كنصوبوها وكتعاود. هاد الفترة اللي الناس بغاو يديروا بها ديك الدعاية الخاوية السياسية، شكون هما هذوك؟ أحزاب سياسية؟ اتصلتي أنت بشي واحد متعصب قال لك هذاك الشيء؟ أعطيني هذوك أنا كنعرفهم، قول لي شكون هما؟ شنو موقعهم في هذه الخريطة؟ هادو مجرد ناس جمعويين حاولوا باش يصلحوا هذيك الحفرة وتطوعوا باش خذوا هذه المبادرة هذه. قلت لي جمعويين قول لي سميتهم أسيدي، ياك أنا قلت لي العدل والتنمية، قول لي أسيدي سميتهم. كتعرف ان ملي كيجيو الشهر واحد وجوج كتكون الميزانيات باقي ما تلقاش المقاطعات، باقي ما عندها الحق دير لا بوند كوموند ولا صفقه. وقع لنا هذا هو الاكراه، درنا ليها التراب تحيد، درنا ليها الكياس تحيد. انا ما كنشكش في الهواء نقول كاين اللي حيد داكشي، ولكن كاين واقع كاين حفره. في الاخر احنا جينا الشركه صوب ناسي، حنا اللي جنا الشركة اللي خدامة في شارع بوزيان وهزيناها
ودينا شاسين وقال لك انا غنصوب هذا الشيء لان كانت باقي الميزانيه ما تلقاتش عندنا ومشات وقفنا عليها وتصوبت حنا اللي صوبناها. ولكو كنا بغينا نديروا ذاك اللعب اللي داروه معاك هذوك الناس غنسبقوك السي بوستة لان تعلنات اليوم والغد عاد كنتو انتوما نمشيو نحطوا فيها شي حاجه بالعين ونقولوا كنصوبوا ولكن لا حنا كنخدموا جادين ما كنعرفوش اللعب. السي معيط شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس الى لقاء جديد ان شاء الله.